السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي، أهلا بيكم. حلقة يوم الجمعة مفتوحة على الهواء مباشرة لحضراتكم، أسئلتكم واستفساراتكم مداخلاتكم، كل المشاكل كل الهموم كله مع بعض بنحلها بما يرضي الله سبحانه وتعالى مع علمنا الكبير أستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم. وعندنا أكتر من حاجة كمان ممكن إن إحنا أولا برحب بفضلتك ترحيب حار، مرحبا أستاذنا الدكتور، بارك الله فيك. ويعني الحقيقة عندنا حاجتين الناس بيتكلموا فيهم الأسبوع ده أو اليومين دول، في موضوع يوم الشهيد وكل المساجد النهاردة تحدثت في هذا الموضوع واحتفلنا بيوم الشهيد ومكانة الشهيد عند ربنا إيه، ده ممكن موضوع نتكلم فيه. وفي مسألة الفيلم المصار حواليه ضجة وزوبعة الآن، وهو فيلم اللي بيظهر فيه سيدنا نوح، ومعلوماتي إن الأزهر الشريف منع عرض الفيلم في مصر، وطبعا لأن سيدنا نوح مفروض بيظهر فيه. دول موضوعين بيشغلوا الناس الآن، لكن الأسئلة مفتوحة لحضراتكم وفي كل ما تحبوا تسألوا فيه عالمنا الكبير الدكتور أحمد عمر. نبتدي بيوم الشهيد يا فندم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على أحد أن أرض الكنانة تعنى عناية فائقة بأبنائها المجاهدين، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكانت ذكرى النصر والعبور والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر لها مواقعها ولها أهميتها، بيد أن الوطن الغالي اختار يوما خاصا يتمثل في هذا اليوم تكريم الشهداء الذين قضوا نحبهم وهم يقومون بأقدس رسالة وأشرف عمل بطولي وفدائي. فخصص هذا اليوم للشهيد، ومن الجميل أننا جميعا في جميع مساجد مصر نتحدث عن منزلة الشهادة في الإسلام، ونرى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم تمنى الشهادة وهو من هو يقول: والذي نفس محمد بيده، وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. ويقول: والذي نفسي بيده، ما من كلم يكلم، يعني ما من جرح يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. ونراه عليه الصلاة والسلام وهو يقابل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيراه كئيبا حزينا، فيقول: ما لك يا جابر؟ قال: أبي مات واستشهد يا رسول الله، وترك دينا وترك عيالا. قال: أما أنبئك بما قاله الله لأبي؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، يعني مواجهة. فقال: تمنى. قال: يا ربي أتمنى أن أعود إلى الدنيا لأقتل مرة ثانية، لما رأى من عظمة الشهادة وثمرة الشهادة عند الله. فقال: إنه سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي فأبلغ من ورائي. فنزل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فكان للشهيد المكانة العالية والمنزلة السامية في الإسلام، ورأينا نماذج من هذه البطولات في تاريخ أمتنا والمسلمين الأوائل. لما بعث زيد بن ثابت إلى سعد بن الربيع: انظر أهو في القتلى أم به رمق؟ فذهب: ماذا أقول له يا رسول الله؟ قال: أقرئه مني السلام وقل له: كيف تجدك؟ يعني ما حالك الآن؟ فبحث عن أخيه سعد بن الربيع فوجده في الرمق الأخير، فقال: يا سعد، رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك؟ فيقول: على رسول الله السلام، وعليك يا زيد السلام، قل لرسول الله إني أرى الآن الجنة وأشم رائحتها. الله الله. وقل لإخوان الأنصار: لا عذر لكم، إن خلص إلى رسول الله سهم وفيكم عين تطرق. يا سلام. الشهداء لهم مكانتهم ومنزلتهم،
وليس غريبا على مصر أن تخصص يوما لهؤلاء الأبرار الذين قضوا نحبهم في أشرف وأقدس رسالة دفاعا عن عقيدتهم وأمتهم ووطنهم، فتقام لهم هذه الأيام المباركة احتفاء بما قدموا، ولتذكرنا هذه الذكريات أن نحافظ على المكتسبات والمنجزات التي ضحوا من أجلها، ضحوا من أجل أن نعيش في أمان، ضحوا من أجل أن نعيش في استقرار، ضحوا من أجل أن يطردوا العدو عن وطننا، ضحوا من أجل أن نتماسك وأن نكون جبهة واحدة، لا أن نتراشق، لا أن نتخاصم، لا أن نتصارع. يترك بعضنا في الأرض المحتلة اليهود يحفرون ويتلاحقون لاقتحام القدس الشريف ويتراشقون مع غيرهم. ما هذا أيها المسلمون في كل الأرض؟ صونوا حمى وطنكم ومقدساتكم بدل أن تتراشقوا، وتعلموا أن ذكرى هؤلاء الشهداء تذكركم بأن دماء شريفة كريمة أريقت من أجل الحفاظ على هذا الوطن. أكثر من 100,000 شهيد مصري من أجل الأرض المحتلة، من أجل القدس دفاعا عنها وعن كرامتها. فيأتي يوم الشهيد ليذكرنا بهذه المثل من أجل أن نكون على مستوى المسؤولية جميعا. تمام، جميل. معالي الدكتور، أروح للموضوع الثاني اللي بيشغل بال ناس كتيرة جدا دلوقتي في العالم، وفي ناس بينادوا بحرية الرأي وحرية التعبير الفني، وفي بيقولوا البعد كل البعد عن كل ما يخص الأنبياء والمرسلين والصحابة كمان المقربين وغيرهم، ويعني في شد وجذب ورد. طب يقولوا طيب إذا كنت أنتوا عندكم في يعني مش عايزين سيدنا محمد يظهر أو الصحابة المقربين من سيدنا محمد، طب ما في آلام المسيح فيلم تاني ظهر فيه المسيح، إحنا مفروض مؤمنين بكل الأنبياء كذلك. موضوع دلوقتي بيصار على الساحة من جديد هو موضوع ظهور سيدنا نوح من خلال فيلم أمريكي بيعرض على شاشات برة. الأزهر الشريف معلوماتي ودي معايا يعني البوستر معانا، بشكر زملائي محمد وجدي وأستاذ سامي الجمل على البوستر معانا على الشاشة. ده بوستر الفيلم طبعا. صورة مين دي؟ ده صورة نجم أمريكي بدون ذكر أسماء، ومعرفش هو ده مكتوب نوح. في الغالب هو ممثل سيدنا نوح هذا النجم يعني. شوف يا أستاذ محمد، أحب الناس إلى قلبي بعد الله ورسوله والوالدين الإمام عبد الحليم محمود والإمام الشعراوي، وطلب مني أن أكتب المادة التي يقومون بتمثيلها عن الإمام عبد الحليم محمود، وطلبوا بإلحاح نظراً لمكانتي منه وقربي منه وحبي له، وهممت فعلاً أن أكتب. فإذا بالله تعالى يرسل إلي خطاباً مشفوعاً بكتاب عن حكم التمثيل والأدلة، وقرأت الكتاب مرتين في روية وأنا، واقتنعت بما فيه اقتناعاً عظيماً حتى إني عدلت عن كتابة المادة التي تمثل شخصية ليست من الصحابة ولا من الأنبياء بل من كبار وشوامخ أئمة. الدكتور عبد الحليم محمود؟ نعم. اقتنعت بأن الكتابة في هذه الشخصيات والأئمة الكبار تنقص من قدرهم ومكانتهم وهيبتهم في قلوب الناس، وتجعل الصورة غير لائقة. فما بالك حين يكون من الصحابة وحين يكون من أهل البيت، بل ما بالك حين يكون من الأنبياء والرسل. وبالتالي قدمت اختصارا لهذه المعلومات في مجمع البحوث الإسلامي، وكان المجمع منذ سنوات عديدة قدم دراسة تحرم وتجرم أن يمثل الأنبياء والرسل أو الصحابة المبشرين بالجنة أو أهل البيت. فكان رأيي أني أوافق على ما قاله المجمع، بل وأزيد على ذلك حتى الصحابة الآخرين وحتى الأئمة والصالحين.
يعني غير جائز. يعني لا نوافق. لكن بس انا طب انا مع فضيلتك بلد طبعا. غير ملتزم وطن اخر غربي يريد ان يفعل هذا. يعني حضرتك شايف ان ده مش حريه تعبير؟ لا شايف لا ان في تجربه في حريه التعبير؟ لا طبعا ما بكلمش حتى على الانبياء، ما اعتقد الانبياء ما فيش مناقشه حتى، لكن يعني اذا ناقشت اذا جاز لي ان اناقش يعني بخصوص الصحابه، هل ظهور الصحابه ما هوش ما هم بشر زينا، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم؟ نعم. مع الفارق الشنيع طبعا والكبير والشاسع والبون الفظيع بيننا وبينهم، وخصوصا مبشرين بالجنه، لكن اليسوا بشرا؟ نعم. ليسوا مكلفين من قبل السماء؟ بلى. لهم وعليهم؟ نعم. فنتعلم يعني من باب التعليم حتى، حضرتك شايف ان ده نعم. هو كانت وجهه النظر المخالفه تقول هذا. أي. تقول اننا نبسط هذه المعلومات ليهضمها المشاهد أو المستمع ويتعرف على سير هؤلاء، لكن لما كان فيها امتهان وتقليل من الهيبة والكرامة والقداسة التي للأنبياء كان من الأفضل عدم أن يظهر أحد من هؤلاء وألا يمثل أحد من هؤلاء. قد يقول معترض، احنا بنقول كل الاوجه عشان الناس تتعلم، وهذا دليل وجه اخر. يقول لك طب ما سيدنا جبريل كان بينزل على الرسول عليه الصلاه والسلام في صوره رجل وسيم جميل شديد سواد الشعر، دحية ابن خليفه الكلبي، اليس يقول لك لا هذا مش تمثيل ولا يقوم بتمثيل ابدا، ده هو ببسط له وهدئ من روعه حتى ياخذ الموقف وينتهي، لكن مش تمثيل كامل ويروح ويجي وعلى انه كذا، لا لا نقبل هذا بحال من الاحوال. طيب يا رب كده تكون الصوره واضحه للناس كلها وقلنا جميع الاراء. انا مؤيد راي مجمع البحوث واكثر من هذا. جميل يا فندم. استاذه ايمان السلام عليكم. اهلا بيك، اتفضلي. عاوز اسال فضيله الشيخ، ابتلاع البلغم هل يفسد الصوم ولا لا؟ تمام. لان عندي بصوره مستمره كده حاجات بتنزل مع ريقي وعاوز اقضي الايام اللي عليا يعني. حاضر. طب وحاجه ثانيه ممكن اخد رقم الشيخ؟ حاضر اذا سمح لنا. تسمح لنا يا دكتور؟ نعم. طيب في الكنترول يدول حضرتك يا استاذه ايمان. حاضر. استاذه خديجه السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك، اتفضلي. لو سمحت انا عايز اسال فضيله الشيخ على حاجه. حاضر، اتفضلي. اشتريت شقه لابني. وبعدين عندي بنتين. فجوزي مش عايز يكتبها للولد. بيقول لي لا عشان اخواته كده. عشان اخواته؟ فهي البنت الكبيرة متجوزة ومخلفة. وفي واحدة معايا هنا. فهل ده في حرمانية ان انا اكتبها له باسمه؟ وبعدين خايفة لاني لما مثلا لو حصل حاجة مثلا اخواته وقفوا له ان الشقة دي مش بتاعتك ودي لينا وكده. فايه حكم الدين؟ طب البنتين انتوا سويتوا ما بينهم زيه؟ يعني اديتوا لهم ايه؟ اديتوا ايه للبنتين؟ اللي اتجوزت دي ساعدتوها في الجواز مثلا حاجة؟ واحدة اتجوزت وليهم فلوس. ايوه لا يعني اللي يوازي الشقه للبنتين ايه؟ فاهماني حضرتك؟ يعني لازم اديلهم اللي يوازي الشقه عشان يبقى في عدل. انا مش طبعا الدكتور هيقول لك اكتر يعني. يعني عشان يبقى في عدل في الحياه، احنا ده مش مواريث، ده عدل، ده في الحياه عطيه وهبه. على اي الحالات هسال اكتر من كده لاستاذنا الدكتور. عايز تقولي حاجه؟ طيب استاذه فاطمه. ايوه اهلا وسهلا. ازيك استاذ محمد؟ الله يخليك، الحمد لله. ازيك يا غالي؟ ربنا يديك الصحه والعافيه. ازيك الدكتور؟ بخير. ازيك حضرتك يا استاذ محمد؟ اماري. لما يكون الميت يموت ويروحوا زغراته في ودنه ويكبروا في ودنه ويحنوا، هل ده حلال ولا حرام؟ زغراته دي جديده، انا اول مره اسمع. بزغراته في ودن الميت؟ عايزه لما اموت يحطوها معايا. اللي هي ايه؟ حاجه بيني وبين الله، هي لا سبحه ولا حاجه، بس حاجه بيني وبين الله. عايزه بعد ما اتوفى يحطوها معايا. في حال حلال ولا حرام؟ حاضر. واخد بالك ازاي؟ حاضر. وتدفير الشعر الميته حلال ولا حرام؟ الايه؟ التدفير بتاع الشعر. مش سامع كويس. حد سامع؟ تدفير الشعر السيده، تقصير الشعر بتاع السيده هل حلال ولا حرام؟ يعني تقصيره ازاي يعني؟ مش فاهم. بيدفروا لها شعرها بعد ما تتوفى. حاضر. تضفير الشعر بقى. تضفير الشعر، فده حلال ولا حرام؟ حاضر. والزغريت ده والتكبير في الودن هل حلال ولا حرام؟ حاضر، عينيا الاثنين. حاضر. ماشي، جزاك الله كل خير. جزاك كل الخير، تحت امرك.
هاخد فاصل بعد اذن حضراتكم جميعا وبعد اذن فضيلتك ومكملين حلقتنا والاسئله، وعندي اسئله من الفيسبوك ما تنسوهوش، خشوا على الصفحه حالا وابعتوا لنا اثناء الفاصل، وابعتوا لنا اس ام اس على 92230 قبليها نجمه، وطبعا الهواء مفتوح لحضراتكم وعلمنا الكبير الدكتور احمد عمر هاشم، اتفضلوا.